النهارده بقى ان شاء الله هنعمل المكرونه المبكبكه، وهنعمل فرخه بطريقه ايمي. واول حاجه معانا فرخه متقطعه، معانا فلفل الوان، معانا حواج الفراخ اللي هي متبقيه عندي حطاها في الفريزر، لما بجيب فراخ كتير بتتبقى الحواج دي عندي وهستخدمها في المكرونه. معانا بصلايه متوسطه، ومعايا بصلايه كبيره قطع، ومعانا 400 جرام مكرونه، معانا الخل، معانا الزيت، معانا ربع كوبايه ليمون، معايا كوبايه زبادي، معايا كاتشب معلقه كبيره، معلقه كبيره صلصه، معانا 4 طماطم قطع للفراخ والمكرونه، توابل بقى المكرونه، ربع معلقه شطه، نص معلقه كمون، نص معلقه ملح، ربع معلقه فلفل، وحده مرقه. معانا توابل الفرخه، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره بهارات فراخ، معلقه كبيره بصل بودر، معلقه كبيره توم بودر، نص معلقه فلفل، نص معلقه جنزبيل، معلقه كبيره بابريكا، ربع معلقه جوزة الطيب. اول حاجه ان شاء الله هعملها هنحط مكونات بتاعتي اللي هحطها على الفرخه ان شاء الله. اول حاجه احطها ثلاث معالق كده، وهنبتدي نحط البصل بتاعنا، وهناخد من الفلفل برضو دي معلقه كبيره كده، هنحط الليمون بتاعنا، ونحط البهارات بتاعتنا، هنحط برضو الزبادي، هناخد بقى من الصلصة والكاتشب، ونبتدي بقى نضرب. كده وزعنا التتبيلة على الفرخة كويس، هنبتدي طبعا نعملها في الحلة. وقبل اي شيء هشيل الجزء الفوقاني ده وهبتدي انزلها هنا. لا اقفل بقى، خلاص عملت كل التتبيلة في الفرخة وهنعملها في الحلة ان شاء الله. اهي كده نحط واحدة واحدة كده، الحلة دي بتاخد معلقة زيت واحدة، هنبتدي بقى نقفل عليها. نعمل التايمر على نص ساعة كده. بقى هنبتدي نعمل المكرونة. اول حاجة هنحط ربع كوباية زيت، هننزل بالمكرونة، نشوحها بقى تشويحة حلوة لغاية ما تاخد لون. كده خدت معانا اللون المطلوب، هبتدي بقى اقربها كده وانزلها في البولة دي.
ننزلها تاني على النار، نعلي سنة، ننزل شوية زيت وننزل بقى ايه البصل الحلو ده. تاخد تحميرة بقى وانزل بعد كده بالطماطم. وكده بقى هبتدي اقلبها عشان تاخد وش زي التانية. انا مش حاطه الفرخة كلها عشان تاخد سوا كويس. بصوا انزلها كده وانزل كده تكمل سوي. بس هنا بنحمر البصلة كده بقى ايه، مش هننزل بالطماطم، هننزل بالفراخ الاول عشان بتاخد سوا اكتر، انما الطماطم ما بتاخدش سوا. نقلبهم بقى مع بعض كده ياخدوا التشويحه الحلوه كده بقى. اتشوحت كده بقت جميله. ننزل بقى الطماطم ونشوحهم برده مع بعض كده بقى. هنبتدي ننزل الفلفل، ناخد الفلفل الحامي ده اهم حاجه، الفلفل الاصفر وكبشه كده من الاخضر. خلاص كده هنشوحهم مع بعض كده بقى. هننزل بقيه التوابل، ننزل بقى الصلصه بتاعتنا، ننزل بقى ايه بالميه بتاعتها، يعني 4 كوبايات ميه بس كده. يسخن بس شويه بعد كده نحط المكرونه عشان تستوي كده بقى. سخنت هنبتدي نقلي المكرونه، نقلب لغاية ما المكرونة تستوي ونغطي عليها، بس نقلبها كويس هي كان غطي عليها. عايزة شوية مية صغيرين كمان، المية ديت سخنة مش باردة. خلاص كده قلبنا، نبتدي بقى ايه نغطي عليها لغاية ما تستوي كده. خلاص بصوا المكرونه استوت بقت جميله ازاي، واهم حاجه فيها شويه صوص عشان طعمها يبقى احلى. هنقفل عليها بقى كده. وهنا حطينا الفراخ الثانيه هنا عشان تستوي، ودي خلاص استوت زي ما انتم شايفين، مستنيين بقى هي تخلص وتطلع. واخيرا خلصنا احلى طبق مكرونه واحلى طبق فراخ مشويه. واحلى حاجه اللي انا كنت معاكم النهارده، واحلى بقى سبسكرايب لايمي، واحلى لايك، واحلى شير، مستنيه كومنتات. مع السلامه.